كاتب والمحلل السياسي والمسؤول السابق في الأونروا أستاذ أحمد عويدات. أستاذ أحمد أهلا بك وكل عام وأنت بخير وشعبنا الفلسطيني بألف خير. كيف تقيم بداية هذا الزخم الذي أخذته المظاهرات المتضامنة مع فلسطين هنا في العاصمة البريطانية لندن؟ مساء الخير وكل عام وأنتم بخير جميعاً. إن شاء الله قادم تكون عيد النصر لكافة الشعوب. اسمح لي في البداية أن أوجه تحية لهذه الشعوب الحرة التي خرجت عن بكرة أبيها وخاصة في لندن وكافة العواصم الغربية والعواصم العربية الشقيقة، هذه الشعوب التي صدحت بأصواتها معبرة عن تضامنها الكبير والواسع مع قضيتنا، قضية الشعب الفلسطيني، قضية الحق، قضية الوطن. اسمح لي أيضا أن أوجه تحية إجلال وإكبار إلى أهلنا في الضفة الغربية الذين يقاومون قطعان المستوطنين في هجماتهم الأخيرة على مدن ومخيمات وقرى ضفتنا الغالية. نعم، لقد خبت كثير من المظاهرات، العودة إلى سؤالك جمال، لقد خبت الكثير من المظاهرات وكثير من الحراك والتحركات الشعبية والجماهيرية في بعض العواصم العربية والنقل في معظم العواصم العربية، بينما تصاعدت أكثر فأكثر في معظم العواصم الغربية ومعظم الدول التي تدعم حقنا سواء في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية أو في دول آسيا. نعم، لهذا الضعف بهذه العواصم العربية أو بعض العواصم بشكل عام له أسبابه، ومن هذه الأسباب يمكن أن نعدد أولاً دور الأنظمة العربية، اثنين دور الإعلام العربي، ثلاثة دور الحركات والهيئات المدنية والأحزاب الجماهيرية والشعبية التي هي بمثابة المحرك والرافعة لأي حركة جماهيرية ممكن أن تكون. وأخيراً الجماهير العربية نفسها. إذا عدنا للسبب الأول، الأنظمة العربية، يمكن أن نقسم الأنظمة العربية إلى ثلاث أقسام. للأسف النوع الأول هو النظام الدكتاتوري الشمولي الذي يخشى من أي حراك شعبي من أن يتحول ضده بهذه المناسبة، لأنه فاقد الثقة بجماهيره وجماهيره فاقدة الثقة به، لأنه مرتهن أصلاً لمصالح. لكن حول النقابات والأحزاب أستاذ أحمد، النقابات والأحزاب كل بياناتها تتضامن مع قطاع غزة، كل بياناتها مع نصرة فلسطين. هذه الأحزاب لماذا تبدو بهذا الشكل من الضعف؟ لماذا لا يبدو هذا الزخم الكبير الذي اكتسبته القضية الفلسطينية في الغرب، لماذا لا يبدو له صدى لدى هذه النقابات والأحزاب العربية؟ أنا لا أقول أن ليس له صدى، ولكن هذا الصدى ضعيف، يكاد أن لا يسمع فعلا في بعض الحركات والأحزاب العربية. سبب ذلك هو غياب الديمقراطية وغياب الحرية التي يمكن أن تطمئن هذه الأحزاب من هذا الحراك، وارتباط بعض هذه الأحزاب للأسف بالأنظمة الحاكمة وارتهانها لمصالحها أيضا بوجودها واستمرار وجودها، فهي لا تمثل بالآخر طموحات وآمال الجماهير العربية في هذه الحراكات. لذلك هذه الأحزاب وهذه الهيئات ضعيفة ولا تقوى على تحريك الشارع، لأن أيضا الجماهير العربية لا تثق بها، والجماهير العربية فاقدة الثقة بها أصلا لأنها متماهية بمصالحها مع مصالح الأنظمة الموجودة. ناهيك عن أن هناك موضوع التطبيع للأسف مع الكيان الصهيوني الذي أثر كثيرا جدا
على دور هذه الأحزاب وهذه المنظمات وهذه الهيئات، فجعلها تكون بعيدة، وأصبح هناك هو لا يمكن تجسيرها بين هذه الأحزاب والجماهير العربية الغاضبة. إنما في هناك سبب آخر، اللي هو الإعلام. للأسف دور الإعلام لم يأخذ حقه ولم يأخذ دوره في هذه القضية. سؤال مهم، يعني لماذا كانت الدول العربية تتغنى بأن فلسطين هي بوصلتها وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المحور الأساس لوجودها؟ لماذا يغيب الهم الفلسطيني عن معظم القنوات الرسمية العربية إلا ما ندر، ويبقى التركيز والزخم الذي تأخذه القضية الفلسطينية بشكل أساسي مع عدد قليل من القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي؟ ما الذي تخشاه الأنظمة الرسمية من التركيز على ما يجري في قطاع غزة؟ نعم، كما قلت أنا أتفق معك أستاذ جمال تماما. هذه الأنظمة يعني هي تتشدق بأنها، يعني حتى الأنظمة المطبعة والمرتبطة بمصالحها مع الولايات المتحدة ومع الدول الغربية ومع دولة الكيان، تتشدق بأن فلسطين ما تزال القضية المركزية، وهي قضية الشعوب، وهي القضية ذات الحق المشروع ومع نضال الشعب الفلسطيني. ولكن هذا كلام فارغ بعيد عن الحقيقة. هذه الأنظمة للأسف ترتبط بمصالحها ووظائفها مع دولة الكيان. هذه الأنظمة وهؤلاء الحكام للأسف لهم دور وظيفي في هذه الأمة، وهو منع هذه الشعوب من التحرر، منع هذه الشعوب من أي حراك. لذلك أصبح هم الشعوب هذه البحث عن لقمة العيش، للبحث عن جوانب الحياة الأخرى، وأصبحت تخشى على مستقبلها ومستقبل أبنائها، لأن أي مشاركة في أي حراك، أي مشاركة في أي مظاهرة تحتاج إلى موافقة رسمية من هذه الأنظمة، وهذا ما يمنع هذه الشعوب من التحرك، وخاصة كما قلت سابقا في غياب الرافعة لهذه الشعوب التي هي يعني ممكن أقول الأحزاب العربية أو النقابات. طيب الآن هذه الشعوب إلى متى ستبقى مكبوتة، وهل تستطيع الأنظمة أن تواصل حرمان الشعب العربي المتضامن مع فلسطين في وجدانه؟ هل يمكن أن تستمر بهذا الزخم، هذه الجريمة المستمرة في قطاع غزة دون أن يكون لها صدى في الشارع العربي؟ لا، وما نيل المطالب بالتمني، حتما يعني هذا يحتاج إلى مزيد من الوعي ومزيد من الحراك لهذه الأحزاب وهذه القوى، وتحتاج أيضا مننا قنوات حرة مثل قناتكم الكريمة، وتحتاج إلى الأقلام الحرة، الأقلام الشريفة، الأقلام المناضلة، وتحتاج من الهيئات والمنظمات التي ما زالت على العهد وتدعم قضية شعبنا عليها الكثير، لن تفعل الكثير في عملية تثوير الشارع العربي، في عملية تثوير الشارع وتحركه بالاتجاه المطلوب، وهو التعبير عن تضامنها الواسع، تضامنها الكبير، وأن تخرج من قمقمها، وأن تخرج من عدم من قميص اللامبالاة التي ألبسته إياه الأنظمة العربية والأنظمة الحاكمة. نعم، الآن أعود للمظاهرات هنا في الغرب وخاصة في بريطانيا. ما أهمية أن تخرج مظاهرات بهذا الزخم هنا في لندن تحديدا، التي انطلق منها المشروع الصهيوني لاحتلال فلسطين؟ يعني لنكن صريحين، هذا يعود بالدرجة الأولى للهامش الديمقراطي والليبرالي الذي تعيشه بريطانيا، ويعود أيضا لدور الأحزاب الصديقة لقضيتنا ودور الفعاليات الجاليات المتضامنة معنا، سواء الجاليات العربية أو الجاليات الإسلامية أو الجالية الفلسطينية الكبيرة الموجودة هناك.
ايضا الى وجود محركات لهذه التفاعلات ولهذه الحراكات الجماهيريه. ودعني بهذه المناسبه ان اوجه تحيه تقدير واجلال للسفير الفلسطيني الاخ حسام زملط، الذي ما فتئ يقوم بحراك حرك لم يحرك فقط لندن ولم يحرك فقط بريطانيا، بل حرك كافة الدول الأوروبية بكلامه وبخطابه الذي يعبر عن وجدان هذا الشعب، الشعب الفلسطيني، والذي يعبر أيضا عن مشروعية هذه المقاومة في مواجهة آلة الحرب الصهيونية والمجازر نعم. والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارس على شعبنا. فهذه العوامل، هامش ديمقراطي، هامش ليبرالي، أحزاب مؤيدة، هيئات مدنية، جاليات متضامنة، شخصيات مرموقة مثل ما ذكرت، هي العوامل في هذه الحملات التطهيرية وهذه الحراكات الجماهيرية التي فعلا نفخر بوجودها في عاصمة غربية مسؤولة عن مأساة شعبنا منذ وعد بلفور، وما زالت حتى الآن، لأنها ما يزال الموقف البريطاني لا يرتقي إلى الموقف الذي نطمح إليه. على الأقل أوقفوا مشاركتكم الاستخبارية ومشاركتكم المباشرة في دعم هذا الكيان. الآن كيف تنظر لموقف السلطات الألمانية؟ السلطات الألمانية اليوم اقتحمت مؤتمراً لفلسطين حمل عنوان سمنوا حاكمكم. هذا المؤتمر كان هدفه تسليط الضوء على دور ألمانيا في المشاركة بالجريمة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. إلى أي مدى تعتقد بأن ألمانيا تخطئ عندما تصادر حرية الرأي في بلدها لألمان يريدون التعبير عن موقفهم مما يجري في غزة؟ هذه الديمقراطية الكاذبة وهذه الليبرالية الكاذبة التي لا تنطلي على أحد، حتى على الشعب الألماني لا تنطلي. وكأن الحكومة الألمانية يعني نصبت نفسها بديلا عن حكومة الكيان بقمعها للمظاهرات المؤيدة والمتضامنة مع شعبنا الفلسطيني ومع ما يجري من حرب إبادة وتطهير عرقي في غزة، وكأنهم يدافعون عن أنفسهم في موضوع الإبادة التي مارسوها أيام النازية، وكأنهم يبحثون عن سق غفران وشهادة حسن سلوك من الكيان على حساب قضيتنا وحساب شعبنا وعلى حساب الديمقراطية المزيفة التي تعمل بها هذه الحكومة الألمانية، هذه الحكومة للأسف اليمينية، الحكومة المرتهنة لمصالح أيضا الكيان الصهيوني. هذا اللي يعبر عن موقف الشعب الألماني. هناك كثير من الألمان ومنهم يهود ألمان يقولون هذا الموقف لا يعبر عنا وإسرائيل لا تمثلنا أيضا. دائما أستاذ جمال علينا أن نفصل ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي. نعم، لا، هناك الكثير من، أصلا من الذي يشارك في هذه المظاهرات التضامنية في ألمانيا؟ هل هم فقط الفلسطينيون أم الجاليات العربية والإسلامية؟ لا، هناك الكثير من المتضامنين الألمان وحتى أحزابهم، أحزاب ألمانية موجودة في ألمانيا ولها تاريخها العريق أيضا في ألمانيا وموجودة بكثرة في صفوف الشعب الألماني ولها كلمتها. لذلك هذه لا ديمقراطية تمارس على هؤلاء حتى. لذلك لا يمكن الجمع ما بين الموقف الرسمي الذي تمثل هذه الحكومة، للأسف الحكومة الألمانية الحالية اليمينية، ومع تطلعات الشعب الألماني وهذا الشعب المساند لقضيتنا الوطنية. الآن كيف يمكن للجاليات العربية وعلى الرأس منها الجالية الفلسطينية الموجودة في أوروبا الغربية أن تستفيد من هذا الزخم الذي يتعاظم للقضية الفلسطينية؟ حقيقة أنا لم أشهد مثل هذه المظاهرات الضخمة هنا في بريطانيا، حتى لأسباب داخلية بريطانية لم تكن في يوم من الأيام بهذا الزخم من حيث العدد أو الاستمرارية. كيف يمكن أن يتم الاستفادة من هذا الزخم بتعريف المجتمع الغربي بالقضية الفلسطينية ونصرة القضية الفلسطينية وعدالتها؟
هنا 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 لابد من ذكر دور الإعلام، لابد من ذكر دور الشخصيات الوطنية والهيئات الوطنية التي يجب أن تتوجه بخطاب حضاري، خطاب يتناول السردية الفلسطينية التي تضحك السردية الصهيونية والادعاءات الصهيونية. على هذه الأقلام الحرة وهذه الآراء الحرة أن تنطلق وتضع برامجها لتعبئة الشارع الأوروبي الذي أصبح الآن قادرا على تفهم هذه السردية الفلسطينية وهذا الرأي الفلسطيني، وقادر أن يدحض أيضا ما البروباغندا الصهيونية التي تسعى دائما لتشويه الحقائق، وما تمارسه بعض الأقلام المتضامنة معنا، سواء من الزملاء الغربيين أو الزملاء من الجاليات العربية أو الجاليات اللاتينية الأخرى، إلا دليل على تفهم لهذا الواقع الجديد الذي أثرت فيه هذه الأحداث الأخيرة ووضعت قضيتنا الفلسطينية في المقام الأول، بعدما كانت قد همشت وقد تجاوزها الكثيرون للأسف، وحتى أقرب المقربين إلى هذه القضية من الأشقاء البررة الذين تخلفوا عنا في هذه المحنة القاسية التي يعيشها شعبنا. سؤالي الأخير أستاذ أحمد، هل أنت متفائل بالنسبة للجماهير العربية بأن هذا الصوت الخافت الآن في كثير من العواصم العربية المؤيد لفلسطين ما هو إلا نار تحت الرماد، وبأن الجماهير كما خرجت قبل عقد من الزمان غاضبة في شوارع العواصم العربية وغيرت الأنظمة، كانت تهتف الشعب يريد إسقاط النظام جنبا إلى جنب مع الشعب يريد تحرير فلسطين، هل أنت متفائل بأن شعار الشعب يريد تحرير فلسطين سيعود قريبا للشوارع العربية؟ أستاذ جمال، يعني لا أمل لنا إلا هذا أصلا، ولا يمكن أن يأخذ اليأس منا حيزا. نعم، نحن نؤمن، لست أنا كشخص وبشكل عام كل الأقلام كل الوطنيين يفخرون بما تقوم به هذه الشعوب العربية، وندعو أن يفك قيدها، وأن تطلق سراحها، وأن تطلق حريتها، لتكون فعلا ومجددا مع القضية الوطنية قضية فلسطين. نحن متفائلون وندعو هذه القوى وهذه الأحزاب وهذه الهيئات وهذه الاتحادات والنقابات المهنية للتحرك، وتضع نصب أعينها أن ما يجري في فلسطين هو عامل استنهار المشروع النهضوي العربي الذي طالما حلمنا به. هذا الذي يجري في فلسطين وتحديدا في غزة والضفة إنما هو المحطة الأولى للمشروع الصهيوني. لذلك ما شكلته هذه المقاومة من صمودها الأسطوري ومن صمود شعبنا وأهلنا في غزة ومقاومتنا الباسلة في الضفة الغربية إلا مصدر إلهام للشعوب العربية لتتحرك وتنقض على ماضيها المكب الذي كبلها ومنعها من أن تطلق مجددا مع شعار نحن مع تحرير فلسطين كل فلسطين. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي والمسؤول السابق في الأونروا أستاذ أحمد عويدات.